بتبقى لوحدك ولا في رحلات بيبقى معاك فيها حد؟ في رحلات داخل القاهرة كان معايا أصدقائي، لكن رحلة السعودية كنت لوحدي. طب ممكن تقول لنا أصعب موقف عدى عليك؟ والله هذا كلام صعب، يعني موقف صعب عليا كانش في السعودية، كان في الأردن. لما كنت رايح حتة اسمها قلعة العير عجلون، القلعة العير دي اللي بناها صلاح الدين أيوبي. الطريق مسافة بسيطة جدا، 60 كيلو من عمان، بس أنا خدته في 9 ساعات. الطريق مطالع شاهقة، وكنت باخد كل 2 كيلو كنت بقف، يعني حتى كان في ولد من غزة كان بيبيع ملابس، صورني فيديو كده بالموبايل بتاعه. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت واقف فوق المطلع، يعني حاسس ان انا كنت بنحضر. الطلوع وقله المياه صعب طبعا جدا. كانت شديده جدا زي ما قلت لحضرتك، لدرجه ان انا رحت يعني بعد شويه كده دخلت على مشتل، واحد مصري هناك كان شغال، قلت له انا عايز ميه شرب، لان المياه من الحاجات الصعبه اللي كانت بتقابلنا. يعني درجه الحراره هناك وقتها كانت عاليه جدا، كنت في الصيف ساعتها كانت درجه الحراره عاليه جدا. يعني دخول الاردن بالعجله، دخول السعوديه ده بيستلزم اجراءات؟ الاردن ما كانش فيه اجراءات، لان احنا مفيش تاشيره بينا وبين الاردن. السعوديه كان فيه اجراءات طبعا، كان فيه اجراءات يعني بتبقى سهله في الدخول، ما حدش دخول سياحه وانت لاعب درجات معاك كارنيه من الاتحاد بتعدي، او انت مثلا سائح داخل ومعاك درجه بتاعتك يعني. كويس. طب اكتر موقف طريف حصل لي، موقف مضحك جدا، وانا خارج من المدينه المنوره رايح مكه، فبسال واحد سواق عربيه نقل، بقول له لو سمحت انا عايز اروح ان طريق الهجره، يعني اللي هو بيودي على مكه المكرمه. قال لي انت رايح تعمل ايه؟ قلت له رايح اعمل عمره، يعني اروح مكه اعمل. قال لي تمام، مسجد قباء اهو، ممكن تصلي فيه ركعتين وتتحسب لك اجر عمره. فبصيت له قطعت حاجه، ما هو يعني شايفه بعجله يا عم شقيان، فقال لي هو بيهرج يخدمك يعني. لا لا عم بيقول لك هو بيهرج، هو اللي بيهرج يا عم. طب انا جاي عشان اصلي في قباء واخد اجر العمره. طب ما هو يعني اما الراجل شايفك بعجله وبتقول له اتصدم فعلا، فهو هيقول لك ايه؟ ما هو على فكره ده هو اللي مش بيهرج، ممكن يكون حب يهون عليا الطريق شويه. اكيد اكيد. طب قول لي ايه الاماكن اللي انت يعني استمتعت بان انت شفتها او رحتها او لقيتها مختلفه؟ بصي، من الاماكن الجميله اللي عدت عليا في الطريق وانا رايح مدينه مسجد مدينه محافظه بدر اللي وقعت فيها اول غزوه بين المسلمين والمشركين. مكان جميل جدا ومريح نفسيا، ده كان اليوم السادس ليا في الرحله، بقيت حتى هناك وكملت بعد كده المدينه المنوره. فرحت بقى زرت الشهداء غزوه بدر، وتخيلت المكان اللي النبي كان فيه، وكانت فيه معركه ومسافة بعيدة بين المدينة برضه عشان يتحركوا فيها. أيام بقى أنت بتقولي عجلة، ده كان أيامها بقى في خيل وكده، كان موضوع صعب. طبعا طبعا. مسجد النبوي طبعا ده كان لحظة جميلة جدا، لحظة وصولي للمسجد والدرجة، وأنا أول مرة أزور المدينة المنورة كمان، فبزورها وأنا على درجتي يعني. وزرنا مكان غزوة أحد، جبل جميل جدا. المسجد اللي اتحولت فيه القبلتين أيام نص شعبان، في مسجد قباء ده أول مسجد النبي سعى إن هو يبنيه في المدينة. دي كانت أماكن جميلة. طب إيه الرحلة اللي جاية؟ الرحله الجايه ان شاء الله هتبقى في شمال افريقيا. واو. تونس بقى والجزائر. حاجات مختلفه. احنا في انتظار الرحلات اللي جايه ان شاء الله تكون معانا وتحكي لنا تفاصيلها. صانع المحتوى والراحله عمرو سليم، نورتنا في صباح